بسم الله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين. دي غرفة نوم يا جماعه اطفال مطلوبه كده سرير ادوار واللي تلمها كده بالمنظر الجمالي ده. ده كلها توفير في المساحات عند العميل. المفصلات هنا معموله سوفت نفس النظام. معانا هنا السرير بالظبط كده. عندي هنا في السرير ناس تاني بصحراء بتركب العجل في الفينش. وعندي هنا غرفه الدولاب تسمين بالمنظر الجمالي ده. الاخشاب كلها طبيعيه يا جماعه زي ما انتم شايفين الشغل حاجه ما شاء الله ممتازه. وعندي هنا الادراج السلم معمول ادراج ومتراعي فيه المواصفات بتاعه الطلوع والنزول بحيث يبقى مريح للطفل. برضه المقبض احنا عاملينه بالمنظر ده بحيث اللي هو ما يبقاش فيه زرار راكب يعوق الطفل وهو طالع. اي استفسار بيبقى على رقم 010-2005-2407 شركه اداره الشباط والظهور. تمت معاينه ورفع الشغل لان ده يا جماعه من اوله لاخره ده معتمد على المكان عند العميل بفضل الله. لسه في التشطيبات هتفرجوا على الشغل باذن الله لما يخلص في التشطيبات والدهان. الالوان اللي العميل بيجي يختارها باذن الله معانا هو جه واتدفع على الشغل كده واستلم الجرى بعد كده بيختار معانا الالوان وكل حاجه. شكرا.